بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. ضمن سلسلة منارات العلم حديثنا بعنوان إبهاج النفس بمحاسن أخبار أهل الرس. والرس هي مدينة ومحافظة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، ولها ذكر في أخبار العرب في الجاهلية وفي الإسلام أيضا. ومن يقرأ في التاريخ المعاصر لمدينة الرس يجد أن أهلها حازوا قصب السبق في أمور كثيرة، لا سيما في ميادين الشجاعة والعلم. وأهل الرس من أكثر الناس برا بمدينتهم، فقد كتب عنها الكثير، ومن أجود ما كتب كتابات الباحث عبد الله بن صالح العقيل وفقه الله. والعلاقة بين أهل الرس والعلم علاقة حميمية بدأت منذ تأسيس مدينة الرس المعاصرة في حدود سنة 925 من الهجرة. ولعل أقدم مسجد يذكر في تاريخ مدينة الرس المعاصرة هو الذي بني في سنة 1100 من الهجرة، ويعرف بالمسجد الداخلي. الشيخ زامل بن علي الرشيد رحمه الله تعالى حبب إليه طلب العلم مع كبر سنه، فرحل إلى عنيزة عند الشيخ بن عضيب في سنة 1110. والشيخ زامل رجل صالح وأنجب رجالا صالحين، شاركه في العلم والقضاء في الرس ابنه رشيد وحفيده عبد العزيز رحم الله الجميع. ومن أعيان العلم والقضاء في الرس أيضا الشيخ قرناس بن عبد الرحمن القرناس رحمه الله تعالى، رحل في طلب العلم إلى الدرعية ورجع عالما قاضيا. تولى الشيخ قرناس القضاء في الرس والقصيم والمدينة المنورة، وكان له يوم مشهود في حملة إبراهيم باشا على الرس وعموم نجد. بعد إصابة الشيخ منصور العساف تولى مسؤولية الدفاع عن الرس الشيخ قرناس، وأجبر إبراهيم باشا أن يوقع عقد مشرف لأهل الرس. وممن رحل أيضا الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخميس رحمه الله، رحل إلى الرياض ورجع إلى الرس في سنة 1180 من الهجرة. سخر نفسه للعلم وافتتح مدرسة لتعليم النساء درست فيها ابنتاه مزنة وشايعة رحم الله الجميع. ورحل إلى الرياض لطلب العلم الشيخ محمد بن عبد العزيز الخميس رحمه الله، معه 30 طالبا وبعيران، بعير عليه المتاع وبعير يتعاقبون عليه. ولما افتتح المعهد العلمي في الرياض درس فيه من أهل الرس جماعة، منهم الشيخ القاضي محمد بن عبد الله صغير والشيخ منصور بن حمد المالك رئيس ديوان المظالم. في أيام الملك عبد العزيز رحمه الله تغير التعليم من تقليدي إلى نظامي. الرس على صغرها كان فيها 6 مدارس لعناية أهلها بالعلم. وقد ساهم في تقدم مدينة الرس وعنايتها بالعلم أمراء وقضاة وعلماء ومحسنون، كلهم تركوا بصمة نذكر بعضهم الآن. منهم الشيخ حسين بن عساف رحمه الله المتوفى في سنة 1354 من الهجرة، سليل أسرة مباركة، كان موصوفا بالعلم والعقل والحكمة. ولشجاعته ومكانته كانت له حظوة عند الملك عبد العزيز رحمه الله، ولذلك لما مرض أرسل له الملك عبد العزيز سيارة خاصة لعلاجه في مكة. ومن أعيان مدينة الرس أيضا الفارس الشجاع ناصر بن خالد الرشيد رحمه الله، الذي توفي في سنة 1322 دفاعا عن الرس. من أعيان الرس أيضا الشيخ إبراهيم محمد الضويار رحمه الله، عالم جليل وقاضي نبيل، وكان معروفا بحسن خطه وجودة مصنفاته. وممن رحل في طلب العلم من أهل الرس الشيخ حمد بن مطلق الغفيلي رحمه الله، له مصنفات وقد تولى القضاء في العديد من المدن. ومن أبطال الرس ناصر بن علي بن دغيث رحمه الله، شارك في جيش الشريف وقاد قوة قوامها 800 رجل في معركة ميسلون في سوريا. ومن أعيان الرس الشيخ رميح بن سليمان الرميح رحمه الله، عينه الإمام عبد الله بن فيصل إماما وواعظا في البكارية ثم في شنانة. الشيخ الفاضل صالح بن راشد الحربي رحمه الله دافع عن مدينته الرس ثم توجه إلى الدرعية، فرماه إبراهيم باشا من فوهة المدفع حتى قطع جسده. الوجيه صالح بن محسن العذل رحمه الله تعالى، كان رجلا حكيما عاقلا يحفظ الشعر ويروي أخبار الناس في القديم والحديث. ولحكمته وسداد رأيه كان الملك عبد العزيز رحمه الله يرسله في المهمات الصعبة، لما أرسله إلى السلطان عبد الحميد لقب بصالح باشا. الوجيه المحسن الجواد حمد بن منصور بن مالك بن رصيص رحمه الله من أنبل أهل الرس وكلهم نبيل. عرف حمد المالك رحمه الله تعالى بصلاحه وتدينه وفعله للخير، كان يفتح بيته للناس جميعا لا سيما في أيام الشدة. له الفضل في فتح أول مدرسة ابتدائية في الرس، وساهم في تأسيس المدرسة العسكرية، وكان مفوض من قبل الوزير عبد الله بن سليمان في توزيع المواد الغذائية. وما زال على هذه الخصال الحميدة حتى توفي في سنة 1402 وعمره 100 سنة، ولا غرابة، فهو سليل أسرة مباركة مشهورة.
ابن الرس البار الوجيه صالح بن مطلق الحناكي رحمه الله له دور في تأسيس شركة الكهرباء في الرس وغرفة التجارة في الرس وفي القصيم أيضا. وقد وظف الوجيه صالح بن مطلق الحناكي رحمه الله اسمه في إعانة أهل الرس وبناء هذه المدينة وتوفير كل ما تحتاج. الكريم المحسن الجواد محمد بن هندي العماري رحمه الله تعالى وقف العديد من الأراضي على العديد من المشاريع الخيرية في مدينة الرس. كان يقوم على الفقراء والمحتاجين في مدينته ويعين المعسرين، وكانت له مشاريع إفطار في الحرمين يرسل العديد من المواد الغذائية. قبل وفاته رحمه الله حرق دفتر الديون حتى لا يطالب أحد، وقد توفي في سنة 1420 وعمره 95 سنة. ومن أعيان مدينة الرس الشيخ الجليل والعالم النبيل الشيخ صالح بن كسور رحمه الله تعالى، والذي بلغ ذكره آفاق الدنيا. يقول الأستاذ عبد الكريم بن صالح المقري: لا أذكر يوما أن الشيخ صالح بن كسور اعتذر عن برنامج إذاعي، بل كان متحمسا للدعوة. ابن الرس الشيخ عبد الله بن حمد الخربوش رحمه الله لما انتقل المدينة شارك في تأسيس أول إدارة تعليم في المدينة المنورة، وقد عمل معلما في شقرة أيضا، وتولى الإمامة والخطابة في المسجد النبوي 30 عاما متطوعا محتسبا رحمه الله. الشيخ الفاضل صالح بن إبراهيم الطاسار رحمه الله طوال توليه القضاء لم يقبل دعوة من أحد حتى لا يميل إليه في يوم من الأيام. عرف رحمه الله بنشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريه الحق. توفي في سنة 1420 وعمره 92 سنة. الحين الساعة 2:30 تالي الليل والكلام عن طيب أهل الرس ما يخلص. التثاوب ذبحني وعود الكبريت اللي ماسك الجفن انكسر. استودعكم الله.